سعادة سفير إدوارد جابرييل، أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج. حضرتك رئيس مجموعة العمل الأمريكي من أجل لبنان، لماذا فشلت برأيك مهمة هوكستين رغم أنه جاء إلى لبنان وسمع كلاما إيجابيا من رئيس مجلس النواب، من رئيس الحكومة، من الاجتماع الثلاثي مع وليد جملاط، وأيضا من حزب الله الذي فوض رئيس المجلس النواب بالتفاوض وقال سنقبل بوقف إطلاق النار إذا أوقف الاحتلال العدوان؟ إذا نتنياهو واضح أنه هو الذي أفشل هذه المهمة، لماذا فشلت برأيك؟ كنت أتكلم عن كثير من صناع السياسات من قبل، وبفهمي أن في حقيقة الواقع أن المقترحات المطروحة من كثير من الأشخاص بالفعل رأيناها وتم تسريبها، ومنها هوكستين الذي ذهب إلى إسرائيل ويخطط لها، ورأيت هذا في الأسبوع. هذا الأسبوع كانت اجتماعات إيجابية مع إسرائيل، فإن الشائعات ربما قد أدت إلى فشل هذا الاجتماع ليست بالحقيقة هي الصحيحة، لكن هناك تحسنات واضحة. لم يذهب إلى لبنان أبدا، كانت هناك شائعة تقول أنه يزور لبنان ولغاها، ليست حقيقية كل هذا، وأنه لن يكون في لبنان، وقد كان هناك منذ أسابيع. وبعد ذلك إن رحلة التالية ستكون إلى إسرائيل بعد الانتخابات، لأنه شعرنا أن نقول أن ليست هذه فرصة لأن يزورها قبل الانتخابات حتى نصل إلى إبرام الصفقة، ولكن هناك اهتمام إسرائيلي وإيجابيا بزيارته. وما رأيناه الآن، هناك الكثير من العمل يجب فعله، وكما رأينا في الوثائق التي ورأيناها على الصحف التي تتطلب المزيد من العمل للمضي قدما. ولذا أتمنى أن نصل إلى اتفاق سريع حتى نصل إلى توقف الحرب ووقف إطلاق النار لنراها بأسرع وقت، بأن كثيرة يموت ونرى ضحايا كثيرة، كما رأينا أن هناك أكثر من 1.4 مليون تم تهجيرهم، وأن هناك كثير من القتلى في هذا والجرحى والشهداء، ورأينا أن تم استهدافهم في الفترة الماضية. إذن ليس هناك إحساس أو شعور بالمضي قدما في هذا المشهد، نحن حاجة إلى وقف إطلاق النار. طيب، ولكن سيد جابرييل، يعني فيما تفضلت به هناك مسألتان لابد من التوقف عندهما. الأولى، تقول حضرتك أنه لم يكن مرصودا أن يعود هوكستين إلى لبنان، بينما كان رئيس مجلس النواب أوضح اللبناني طبعا قال أنه سيذهب، جاء إلى لبنان، سيذهب إلى إسرائيل، يأخذ الرد ثم يعود إلى لبنان، وربما نصل إلى نتيجة قبل الانتخابات الأمريكية. هذا أولا. الأمر الثاني أنه نتنياهو هو الذي صفع الاتفاق صفعة كبرى أمس، حين قال إن النقطة الأساسية ليست هذا الاتفاق أو ذاك على الورق، بل إنها قدرة إسرائيل وتصميمها على تطبيق الاتفاق وإحباط أي تهديد لأمنها من لبنان وإعادة السكان بأمان إلى ديارهم. يعني هو عاد ورفع الشروط، ما أدى إلى رفض القبول اللبناني. ولذلك أنا أسألك، يعني أنه هو على ما يبدو نتنياهو، صحح لي إن كنت مخطئا، لا يريد أن يهدي ما بقي من الإدارة الأمريكية هذا الاتفاق. أتفق معك، أن هناك بعض التوضيحات. إذا وصلنا إلى قرارات، نتكلم عن قرار الأمم المتحدة 17.1، نتكلم هذا ما قال عنه، ونتكلم بشكل عام بقبل أمام الجمهور. يقول إسرائيل سوف تحمي أنفسها بكل مهما كانت التكلفة، وحماية المدنيين. وهذا من وجهة نظري أن الحوار موجه للجمهور الإسرائيلي، وهذا ما قاله بشكل عام وجمهوري وعلنة، لم ينكر هذا الاتفاق، ولكن قال عن هذا جانب. أما الجانب الآخر،
عند نظرنا إلى الحوارات الدبلوماسية فإننا نقول عليه ننظر إليها بنظرة سياسية. إنه لم يرفض المقترح أبداً، لم يرفضه. هاكستين سوف يعود إلى لبنان. نعم قريباً أو عاجلاً، ولكنه لم يكن في جدوله أن يعود إلى لبنان بعد إسرائيل. الرجاء أن تفهموا هذا. هذه نقطة أخرى، هناك نقاط أخرى. يزعم إلى الذهاب إلى واشنطن لعودة إليه بأسرع ما يمكن في خلال يومين قبل، وأنتم تعلمون الانتخابات الرئاسية على مدار على بعد يومين فقط، وإذا هناك الكثير من الاتفاقات موجودة على الطاولة وتحتاج إلى مزيد من الوقت ونمضي فيها أكثر وأكثر، ولكن هذا مقترح مهم جدا وإحنا علينا أن نكون أكثر تفاؤلياً وليس تشاؤماً في هذا السياق.